أهلا بكم مشاهدينا، أنا سيد يوسف أحييكم من واشنطن، وهذه حلقة جديدة من برنامج تقرير خاص. صدر مؤخرا في الولايات المتحدة كتاب للمؤلفة والكاتبة الأمريكية إيزوبيل كولمان عنوانه الجنة تحت أقدامهن، كيف تقوم النساء بتغيير الشرق الأوسط. هذا الكتاب يتناول جهود حركة نسوية تطالب بحقوق المرأة من خلال ما جاء في القرآن الكريم. الكاتبة ترى أن أي حركة لا تضع المعتقدات الدينية في جوهرها محكومة بالفشل، وعليه فهي تعتبر أن مقاربة هذه الحركة تعتبر الطريقة المثلى لتحصيل حقوق المرأة، خصوصا في مجتمعات محافظة تعتبر بعض منها أن مجرد الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات هو بدعة غربية ينبغي تجاهلها. ما هي إذن حدود نجاح هذه المقاربة؟ وإلى أي حد تختلف عن مقاربات أخرى تسعى للهدف نفسه لكنها تختلف في الأسلوب، كتلك المرتبطة بعلمنة المجتمع مثلا وصولا إلى أفراد متساوين في الحقوق والواجبات تحت مظلة قانون وضعي لا يفرق بين رجل وامرأة؟ أسئلة عديدة إذن تطرح نفسها في هذا الموضوع، نطرحها بدورنا في تقرير خاص. وأرحب في البداية بضيفتايا من نيويورك إيزوبيل كولمان مؤلفة الكتاب، كتاب الجنة تحت أقدامهن، كيف تقوم النساء بتغيير الشرق الأوسط. أهلا بك سيدة كولمان. ومن الرباط تنضم إلينا أيضا لطيفة جبابدي الناشطة لحقوق المرأة والعضوة في البرلمان المغربي، أهلا بك. إذا مشاهدينا نبدأ النقاش مع ضيفتينا في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن أبرز ما جاء من وجهة نظر في هذا الكتاب. أبدأ معك سيدة إيزوبيل، يعني أنت وصفتي في كتابك كيف يمكن للمرأة أن يعني تقوم بالتغيير بتوصيف وتوظيف من القرآن الكريم من أجل هذا التغيير. أولا كيف تشرحين لنا هذه المقاربة؟ أريد أن أكون واضحة، المقاربة مقاربتي التي أصفها في الكتاب ليست هي التي أوصي بها لمجتمع مدني. أنا أعيش في مجتمع مدني وهناك الكثير من المجتمعات المدنية في العالم. مقاربتي التي أصفها تستعمل في المجتمعات التي هي ليست علمانية. ما أتحدث عنه في الكتاب هي أنها ليست علمانية ولكنها تتجه إلى العلمانية. العلمانية ليست في الأفق، وأخذين هذه الحقيقة بالاعتبار، الرجال والنساء الناشطين الذين يروجون لحقوق النساء يقرون بهذه الحقيقة ويستخدمون الخطاب الإسلامي من أجل تحسين وضع المرأة في مجتمعاتهم. يعني أنت تقصدين المرأة في المجتمعات الشرقية؟ في الدول التي لا توجد بها علمانية كاملة الآن، أنا أتحدث عن 5 دول في كتابي: السعودية، العراق، إيران، أفغانستان وباكستان. دول اليوم هي دول دينية أو مجتمعات مختلطة فيها بعض العناصر العلمانية وأيضا عناصر دينية في دستورها. نعم، طيب كيف تشرحين لنا هذه المقاربة؟ يعني كيف يمكن لهذه الحركة النسوية أن تحصل حقوق المرأة من خلال ما جاء في القرآن الكريم؟ ما أصفه في كتابي هو كيف أن النساء والرجال، بالمناسبة الرجال جزء مهم، كيف أن الرجال يقرون أنهم في مجتمعاتهم الدينية يحتاجون إلى أدوات مختلفة كي يدفعوا باتجاه حقوق النساء أو المرأة. إحدى هذه الأدوات تشير إلى القرآن وتشير إلى الجدل الديني والتبرير الديني لتحسين حقوق ووضع المرأة. وفي الواقع الدين استعمل لفترة طويلة من أجل انتزاع حقوق النساء وتقييد النساء، والآن المرأة والرجل يتطلعون إلى النص القرآني ويقولون دعونا نقرأه، ويأخذون منه لغة وفقرات
تبرر المقاربة التقدمية أو الأكثر تقدمية بالنسبة للنساء. نعم، طيب اسمح لي أن أشرك السيدة لطيفة جبابدي من الرباط. يعني سيدة جبابدي، سمعت ما تفضلت به السيدة كولمن. هل أولا هل تتفقين في هذا الطرح، وإلى أي حد يمكن أن تنجح هذه المقاربة برأيك؟ في الواقع لا يمكن أن أجادل في أهمية هذه المقاربة، غير أنه لا يمكننا تعميمها على مجمل منطقة الشرق الأوسط باعتبار التبينات الكبيرة في الأوضاع، في مستويات التطور الاجتماعي، في مدى تفتح المجتمعات في المنطقة على قيم العصر، في نضوج الحياة السياسية وميزان القوى بين القوى المحافظة والتقدمية، وأيضا يقاس ذلك بمدى قوة الحركة النسائية وحضورها في الميدان وقدرتها على التأثير وعلى بلورة خطابات مؤثرة ومعبئة للمجتمع. يمكن أن أقول إجمالا بأنه في مجتمعات مثل السعودية ومثل إيران من الطبيعي أن ليكون المدخل الوحيد تقريبا والأساس بالنسبة للنهوض بحقوق النساء هو يعني الدعوة إلى إعادة قراءة القرآن والاجتهاد، فتح باب الاجتهاد واستوظيف الدين لتعزيز قيم المساواة والتي يزخر بها قرآننا وديننا الحنيف. لكن بالنسبة لمجتمعات أخرى مثل المغرب مثلا أو تونس أو لبنان أو مصر فالوضع مختلف تماما، بحيث أننا كحركات نسائية نعتمد أساسا المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ونستند إلى هذه الأداة إعادة قراءة الدين الإسلامي الحنيف فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، التي تعرفون أنها القانون الوحيد الذي ينبني على الشريعة في هذه الدول. نعم. بينما باقي القوانين هي قوانين وضعية تبيح وتعطينا إمكانات واسعة. نعم. للنقد وللنقاش وللدعوات، دعوات الإصلاح.